بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده بقى يا جماعه فسيخ العيد اهو. ما تقولوش فسيخ العيد احنا عاملينه بدري، لا احنا عاملين كميه للي هياكل الوقت، يعني اللي هياخد يعين يعمل، ولسه بقى بنملح برضو، يعني هيبقى عندنا الدلع وعندنا الحادي وعندنا كل اللي انتوا عايزينه. ماشي، فعندنا الفسيخ اهو، عندنا على فكره اللي بخيل ده الاربع وحدات كيلو، ثلاث وحدات كيلو، شايفين ما شاء الله اللحم بتاعه جميل اهو، الف هنا وصحه وعافيه، ودلع حلو وجميل والف هنا وصحه. واللي بياخد فسيخ الايام دي مثلا بيطلع دلع، طبعا احنا عاملينه دلع علشان خاطر يستحمل لحد العيد، اللي عايز ياخد ويخزن. ماشي، عاملينه دلع، واحنا عاملين العلب اهو. وعايزه اقول لكم حاجه، ان في توصيل احنا اتفقنا مع عربيه، اللي عايز يوصل لحد البيت في القاهره ب 80 جنيه وفي العتبه ب 30 جنيه. ده اللي انا اقدر اقوله لكم. انتوا قعدتوا تقولوا شوفوا لي توصيل، شوفوا توصيل، التوصيل لحد باب البيت ب 80 عشان العربيه خاصه، عشان هي العربيه بتجيبكم هناك مخصوص. اللي عايز يقول لي، واحنا اسعارنا جميله حلوه، ما يطلعش ريحه كده، عايزين كده بقى انت. واحنا اسعارنا حلوه وجميله، وطبعا احنا على طول مطلوب مننا المخلي، لان احنا دلوقتي بصراحه المحل الوحيد في نبرو، في نبرو كله ما حدش بيعمل مخلي في نبرو اللحم، فسخان البحار ام احمد بنعمل مخلي على طريقه نظيفه وحلوه وجميله. ماشي، انما بقى فتحه الفسخانيه اللي بيعملوها تتفتح عادي، لكن احنا بنفتح عشان تطلع الشريحه شريحه جامده، لان كان في واحد فسخاني كده طلع وقال ما بتتفتحش بالمقص ومش عارفه، لا لازم تتفتح بالمقص وتطلع الشريحه بشريحتها كده. وطبعا طبعا عندنا الاسعار فوق متناول الجميع، يا جماعه اللي يجي العيد على دماغي عندنا الاسعار حلوه، وبياكلوا فسيخ نظيف وحلو. وبرده بقعد اقول للفسيخ اللي ما يعجبش اي حد، ما تقولش عليه ان انا خدت فسيخ ورميته، لا الفسيخ مش عاجبك لفه وهاته، ما بقولش لحد لا، ده اللي انا اقدر اقوله. مش اي حد بيقول لك الكلمات، الفسيخ مش عاجبك لفه وهاته، مش تيجي بقى تقول لي لا كان ايه ومالي، لا الفسيخ مش حلو هذا، ده اللي انا بقدر اقوله لاي زبون ومحدش يزعل مني. وعندنا فسيخنا جميل ما شاء الله، عندنا الحبايه كيلو طلع يا احمد، وعندنا الحبايتين كيلو هطلعهم لكم اهو، تعالى كده عندنا الحبايه كيلو ما شاء الله، حبايتين اهو شايفين، ركزي في البرنامج من تحت كده شايفين، بصوا الله وكيل، ده الزيت بتاعه. طبعا كل فيديو بقول لكم الكلمات، ده فسيخ اهو شايفين الزيت، فسيخ ما شاء الله طالب الاكل اهو، اللي عايز يعين اللي عايز يعين، اللي عايز ياخد من الوقت ياخد اللي انتوا عايزينه، يعني عندنا الكبير والصغير وعندنا كل الاحجام اللي انتوا عايزينها بألف هنا وصحه وعافيه للي هياكله. عندنا الثلاثه، عندنا الاثنين، عندنا كل اللي انتوا عايزينه، يعني تيجوا ما حدش يعني ما شاء الله. شايفين فسيخ ده التلاتة اهو، ده الحبيتين ما شاء الله، شايفين الزيت شايفين حاجة كده طعم وريحة وحلاوة، بصوا مفيش بعد كده اهو، سخان البحار احمد الزق محمد الزق ومحمد الزق ومحمد الزق. يعني هقول لكم ايه، سخان البحار احنا نبروه امام مدرسة الصنايع، وفسيخنا جميل، بعمل المخلي، بعمل السردين، عندي الرنجة وعندي سردين ما شاء الله، السردين بتاعنا برضو سردين ما فيش بعد كده، هو ما شاء الله هم السردين واقف رنجة تصدق رنجة كده، يا عندي السردين اهو ما شاء الله عليه، ما عادش رنجة خلاص يابا ماشي. ها طبعا الفسيخة زي ما قلت لكم اهو، الشريحة ما شاء الله عليها اهي، حاجة كده جميلة طول الراو. وعندنا السردين بتاعنا بقى، وعندنا بصوا السردين، السردين بتاعنا دي مشهور الوقت في نبروك كلها، بص سردينه طريه وحلوه وجميله، يا حلاوتك يا احمد، يا جمالك يا احمد، يا طعمتك يا احمد، حاجه كده ترد الروح. وطبعا اهو الفسيخ اهو، طبعا محمد ما بيقعدش كده في الجوار، برده محمد اللي عامل بألف هنا وصحه اللي هياكله، شايفين الفسيخ وجماله وحلاوته اهو، الشريحه بشريحتها يا جماعه، اللي عايز كده عندي، اللي عايز كده شايفين ارضيه الفسيخ اهي، شايفين ده الصفار، شايفين الفسيخ عامله ازاي،
ده المخلة اهو اهو انا وعارف يلا ياكل يا دوبك بس بيطلع الجنبين كده هو له طريقة في الخلية عني. وعندنا الرنج عندنا الرنجة اهي ان شاء الله عليها. شوفوا بقى الرنجة دي الرنجة دي الرنجة دي رنجة لا يعلى عليها رنجة. انا عم بقول لك الرنجة دي شايفين الرنجة دي دي رنجة ابو السيد دي رنجة بقى اللي بياكلها ما بفكرش ياكل رنجة من عادية خالص. انا بجيب دي ودي بس انا اللي برقق له اقول له خد الرنجة بتاع ابو السيد جميلة مش فارقة سعرها يعني عادي هي سعرها جميل وحلوة برضه وحاجة كده تتاكل من غير تسخين ما شاء الله عليها. رنجة ابو السيد اهي اعلى رنجة جميلة برضه واجيب لكم الرنجة العادية في 55 45 هيبقى برضه في 50 لكن هي رنجة ابو السيد ما شاء الله اهي رنجة حلوة جميلة جميلة اهي ب 55 جنيه اهي جميلة. وفي برضه منها الصغيرة ب 45 جنيه يعني في منجي وفي منجي وهي كلها برضه رنجة واحدة بس المقاسات. وطبعا شايفين الفسيخ اهو وقلت لكم احنا في سخان البحار نبرو امام مدرسة الصينية ملناش فروق اخرى. فسخان البحار 010 رقم التليفون 010-33-27-07-44 وكل سنة وانتم طيبين ويلا سلام. اعمل فيديو كده.